ايد لوحدها ما بتسقفش. اكيد في يعني دور مهم جدا للمجتمع المدني تحديدا للارتقاء بحياه المواطنين، عشان كده التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عمل احتفاليه بمناسبه افتتاح قريه الفارسيه التابعه لمركز اسنا في الاقصر بعد اعاده اعمارها وبناء 30 منزل متهالك من منازل القريه وتشطيبهم وفرشهم بشكل كامل، وده من خلال مؤسسه صناع الخير بالتعاون مع شركه التنميه. تعالوا نتابع هذا التقرير. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفل بافتتاح قرية الفارسية التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر بعد إعادة إعمارها، وذلك من خلال أحد كياناته وهي مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع شركاء التنمية. تأتي عملية إعادة إعمار قرية الفارسية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقاً لأهداف التحالف الوطني التنموي في توطين التنمية المستدامة في الريف المصري وتوفير حياة كريمة لجميع مواطنيه من خلال بناء منازل آدمية تليق بهم مع خلق فرص عمل وتقديم الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات بجودة عالية وبالمجان. كما أن عملية إعادة الإعمار شملت إعادة بناء 30 منزلاً متهالكاً من منازل القرية وتشطيبها وفرشها بشكل كامل بجانب تركيب وصلات المياه والكهرباء، وذلك ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. وفيما يخص التمكين الاقتصادي، تم دعم 30 من عائلي الأسر الأكثر احتياجاً ممن يجيدون حرفة الصيد بالقرية من خلال إمدادهم ب30 مركب صيد حديثة. كذلك تم افتتاح مركز لتحفيظ القرآن الكريم بالقرية وتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات والمقبلات على الزواج بأجهزة كهربائية لإتمام زفافهن. وأيضاً تم تنظيم قوافل طبية متكاملة تضم العديد من التخصصات للكشف وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان. دلوقتي بينضم لنا عبر زوم أستاذ هاني عبد الفتاح، عضو التحالف الوطني لدعم المجتمع الأهلي. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن اللي حصل. صباح الخير على حضرتك، وعايز أعرف مع سألة إعادة الإعمار اللي تمت في منازل قرية الفارسية التابعة لمركز إنا، إيه اللي حصل في هذه البيوت وإزاي تم إعادة الإعمار؟ لو تقولينا التفاصيل. صباح الخير أستاذ هدية، صباح الخير على مصر. اهلا بك. يمكن حضرتك الحمد لله في التقرير اشرته، يعني الحمد لله امبارح كان في برضه ملحمه جماعيه اهليه بتعملها او مجتمع مدني. الحمد لله قدرنا عن طريق ان احنا ننزل قريه الفارسيه في محافظه الاقصر نعمل مسح شامل للقرى الاكثر احتياجا، ولقينا فعلا ان قريه الفارسيه هي من القرى اللي فعلا اكثر احتياجا. نعمل نشوف مين الاكثر احتياجا ان هو محتاج فعلا بيوته تتعمل. يمكن احنا البيوت هناك كانت متهالكه تماما، ولذلك احنا عملنا هدم وبنى للبيوت. الحمد لله عملنا 30 منزل، 30 منزل فعلا سكن كريم للمواطن بكل حاجه، دهانات الوان حلوه جدا ليهم مبهجه. البيوت كان وضعها ايه يا استاذ هاني؟ كهرباء، كل حاجه، حتى الفرش كمان جبنا لهم الحمد لله الاوض بتاعتهم والمطبخ فكان الحمد لله منظر كويس جدا، الناس كانت مبسوطه قوي. احنا بنعرض الصور يعني على الشاشه علشان الناس تشوف الوضع بقى عامل ازاي. يمكن حضرتك كان نفسي تشوفي قبل ما نعمل ده كان هم عايشين ازاي او منظر البيوت كانت عامله ازاي. ويمكن هو كان حتى يعني هم نفسهم كانوا بيقولوا ان كان بيخش لنا عقارب وحاجات صعبه جدا، دلوقتي بقى عايش في سكن كريم. ويمكن هو ده هدف مبادره حياه كريمه اللي اطلقها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019. نعم. هو ان المواطن يعيش في حياه كريمه. نعم. استاذ هاني، ازاي بيتم التنسيق مع مؤسسه حياه كريمه في هذه القرى تحديدا للارتقاء ورفع كفائتها والبنيه التحتيه الخاصه بها؟ يمكن منذ اطلاق مبادره حياه كريمه واحنا بقينا عندنا خلاص القرى اللي احنا عارفينها ان هي فعلا اكثر احتياجا، يمكن هي اكثر حوالي 4550 قرية. بقينا عارفين القرى دي فين، ونزلنا وعملنا لها مساحات قبل كده، نزلنا عملنا كذا مسح للقرى دي وعرفنا طبيعة الناس وعرفنا كمان هم محتاجين ايه. فابتدينا ان احنا بقى ده سهل علينا ان احنا ننزل، عارفين التدخلات اللي هنبدأ ننزل يعني نعملها على طول. يمكن انا طبعا برضه بتشرف ان احنا اعضاء في التحالف الوطني،
اللي هو فعلا بدأ يعمل تشبيك كويس جدا بين ال 24 جمعية ومؤسسة اللي بينزلوا مع بعض، برضه بيعملوا شغل وملحمة كبيرة جدا صحيح. في كل محافظات مصر دلوقتي. فاحنا لما عملنا 30 منزل امبارح كصناع خير شفنا برضه هم طبيعة العمل بتاعهم، هم ايه اللي بيعرفوا يشتغلوه. كل قرية ممكن يعمل فيها مصنع للأحياء الحرف التراثية واليدوية لأن هم بيعرفوا يشتغلوا ده. فلقينا في القرية دي إن هم صيادين كتير، بس على الأسف ما عندهمش مراكب يقدروا يشتغلوا بيها، المراكب برضه متهالكة جدا. مهنة الصيد هم اللي بيقدروا إن هم يشتغلوها. فعملنا 30 مركب، 30 مركب زي ما حضراتكم شفتوا كده بالموتور بتاعهم بأدوات الصيد. عملنا له كمان بعض التدريبات بحيث إن هو يبدأ ينزل يبقى فيه مصدر رزق ليه، ويبقى هو ده التمكين الاقتصادي اللي احنا قدرنا نعمله داخل القرية. دي بتندرج تحت مبادرة مراكب نجاة ولا ملهاش علاقة بيها؟ لا يا فندم، هي اسمها مراكب رزق كمبادرة المؤسسة عاملاها، ولكن هو بيندرج تحت الاتحاد الوطني طبعا. طيب نعم. استاذ هاني، في اي شروط للاسر الاكثر احتياجا اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ احنا بنتكلم على 30 مركب صيد، بنتكلم عن يعني البيوت اللي تم اعمارها، مساله التمكين الاقتصادي فيها اي شروط للحصول على هذا التمكين الاقتصادي؟ في اي صور بتقدم من خلال التحالف؟ طبعا يا فندم احنا عندنا برضه الحمد لله قاعده بيانات كبيره جدا في التحالف الوطني اسم على اساسها بيتم الاختيار يعني؟ حضرتك سامعني يا فندم؟ على اساس هذه القائمه بيتم الاختيار مين يتم بننزل كمان بعديها نعمل كمان بحث ميداني من قبل المؤسسه ونبدا نعمل بحث التضامن عشان نتاكد ان هو فعلا محتاج الخدمه دي وان هو كمان بيعرف يمتهن المهنه دي ونبدا كمان ندربه عليه على بعض التدريبات الاخرى في اي حاجه بنعملها في تمكين اقتصادي. وطبعا محطوط شروط ومعايير للاسر دي، هو مثلا حد ما بيشتغلش، ما عندوش مصدر رزق، عنده اولاد، كم ولد، وهكذا. يعني في بعض المعايير والشروط اللي بنبدا نختار على اساسها، وبعد كده بنبدا نفلتر ده ونعمل المشاريع اللي احنا بنعملها. اعتقد انه يعني الغايه من هذه الشروط هو تحقيق مساله التنميه المستدامه اللي احنا بنسعى ان احنا نوصل لها من خلال تلك يعني المساعدات اللي بتحصل. ما يبقاش الموضوع انه احنا دخلنا حاولنا نساعد الناس دي وخرجنا، احنا لا، بنتكلم هنا ان احنا عايزين تمكين اقتصادي فيكون في تغيير شامل لوجه الحياه في هذه القريه، سواء بنتكلم على الوصول للشباب، لو كنا بنتكلم على الاهتمام بصحه المراه او الطفل، فيعني مساله مختلفه عما يحدث قبل ذلك يعني. صحيح، وهي دي اهداف كمان مبادره حياه كريمه، هو ازاي ان انا ادخل قريه اعمل فيها كل التدخلات وما اسيبها وامشي ما تقعش تاني. يعني هو لازم اعمل تمكين اقتصادي واعمل قوافل طبيه واعمل عمليات واعمل سكن كريم وشغل واخلي الشباب كمان يساعدوا معايا، والناس العمال اللي داخل القريه استفيد منهم واخليه يجي يشتغل معايا وادي له اجر على ده ان هو يعمل معايا البيت ويدهن والسباك وهكذا، بحيث ان انا كمان اعمل رواج جوه القريه ويبدا يبقى في ناس كمان تحس ان هي شاركت وفي نفس الوقت بقى في مقابل لده. فكل ده من اهداف مبادره حياه كريمه اللي احنا دايما بنشتغل عليها. الحاجه برضه المهمه جدا بالنسبه لنا هو ان ازاي امبارح كان في المثلث الذهبي اللي دايما بتكلم عليه، ان القطاع الخاص مشترك في اللي حصل امبارح. القطاع الحكومي موجود، ممثل في وزاره التضامن الاجتماعي الدكتوره نيفين الكرباش كانت موجوده امبارح بنفسها، بنشكرها طبعا جدا على تواجدها. معالي المحافظ الاقصر معانا، اعضاء من التحالف الوطني امبارح، احنا كمؤسسه اهليه موجودين. فالمثلث الذهبي ده بتدافر الجهود مع بعض بيعمل نتائج كبيره جدا على الارض. صحيح، فكرة تضافر الجهود لتعظيم الاستفادة ب يعني أكبر قدر ممكن ل يعني الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا تحديدا في هذه القرى. لكن أستاذ هاني، يمكن احنا هنا اتعرفنا عما يخص تحديدا قرية الفارسية التابعة لمركز إثنا، لكن هل في قرى أخرى شغالين على إعادة إعمارها في الأقصر أو في أي محافظة من المحافظات المختلفة بالجمهورية؟ احنا الحمد لله يمكن كمؤسسة صناع خير دايما كل يوم عندنا شغل، كل شهر عندنا افتتاحات. فيمكن احنا بكلم حضرتك وبنجهز ان احنا هنفتتح بعد خلال ايام في محافظة الفيوم في مركز طمية ان شاء الله على اخر شهر 12، رايحين اسوان النوبة بنفتتح بيوت وبنعمل مصنع للحرف اليدوية والتراثية، برضه ده تمكين اقتصادي. فاحنا شغالين على طول، وبرضه ده ان احنا في الاخر يمكن هو دفعه من القياده السياسيه
لان احنا السنه دي 22 هو عام الجامعات الاهليه او المجتمع المدني، فده مخلينا مدينا فعلا دفعه قويه جدا ان احنا لازم نشتغل ونشتغل بقوه جدا. يمكن احنا حاليا 24 جمعيه ومؤسسه في التحالف الوطني، هم اكبر 24 جمعيه ومؤسسه موجودين، اكبر من ناحيه ان هم بيشتغلوا على الارض بقوه وبمصداقيه. فاتمنى ان كمان احنا نبقى اكتر من كده، لان هو المجتمع المدني هو الزرع الايمن للحكومات، فلازم نبقى اكتر من كده عشان نقدر نساعد اهالينا اللي هم فعلا صحيح. يمكن اللي بيحصل في العالم كله بقى يعني مأثر على المواطنين في كل العالم، فلازم يبقى عندنا مجتمع مدني قوي ومجتمع مدني يعني اكبر من العدد ده عشان نقدر كمان نغطي الاحتياجات اللي موجوده على الارض. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ هاني عبد الفتاح عضو التحالف الوطني لدعم المجتمع الاهلي.